الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم بما قدمنا في المقطع، وهذه الآن مقدمة رقم 2 للبرامج الخطية في بحوث العمليات Lean Programming Part 2. أذكركم قدمنا في المقطع الأول مقدمة رقم 1 إلى البرمجة الخطية، الطريقة البيانية في الوصول إلى حل فريد ما يسمى Unique Solution لمسألة محصورة في هذا الشكل من مسائل البرمجة الخطية، اللي هي فقط حل فريد من نوعه لا غيره. نقدم في هذا المقطع طريقة التعامل مع المسألة ذات الحلول المثلى غير النهائية، An Infinite Number of Optimal Solution أو Solutions. وعلى بركة الله نبدأ. لنفترض وجود المعادلة الآتية مع القيود المفروضة عليها من الشكل الآتي. هذه المعادلة Z تساوي 25X زائد 10Y. إذن Z الأوبجكتيف فانكشن أو ما يسمى الدالة للهدف أو الدالة المستهدفة تساوي 25X زائد 10Y. القيود المفروض عليها الآن ST subject to، خضوعا لهذه القيود الآن، 1 وربع 1.25 من X، 1 وربع X زائد نصف Y أقل من أو تساوي 250. القيد الثاني 3/4X زائد نصف Y يجب أن تكون أقل من 225، وأخيرا ربع X زائد نصف Y يجب أن تكون أقل من أو تساوي 125. إذن هذه الآن طبعا هنا القيود غير السالبة اللي هي non-negative constraint أو values لX Y. طبعا هنا المتغيرات القرار كما ذكرتكم في آخر المقطع، يعني المصطلحات مهمة هنا، هذه الconstraint القيود، وهي ما يسمى بالمتغيرات القرار أو decision variable. المطلوب الآن تعظيم maximize الدالة Z خضوعا للقيود المبينة على هذه الآن القيود من هنا، هاي القيد الأول الثاني الثالث، وهذا من قبل تحصيل الحاصل، فهي مجموعة القيود، عفوا مجموعة القيود. الآن نتابع هذه الآن القيود الدالة المراد تعظيمها maximization of this function أو equation subject to أو خضوعا له 1/4X زائد نصف Y أقل من أو تساوي 250، 3/4X زائد نصف Y أقل من أو تساوي 225، ربع X زائد نصف Y أقل من أو تساوي 125، ويجب أن تكون X و Y كل واحد منهم أكبر من أو تساوي صفرا. هذه الآن نحتاج إلى التمثيل البياني. قبل أن نمثل هذه اللام والتساويات يجب أن نحولها كي نتمكن من ذلك اللي هو التمثيل البياني. لابد من تحويل اللام والتساويات، هذه اللام والتساويات القيود الثلاثة، إلى متساويات كما يأتي. الآن حولنا هذه، الآن أصبحت 1/4X زائد نصف Y تساوي 250، 3/4X زائد نصف Y تساوي 225، وربع X زائد نصف Y تساوي 125. إذن الآن هذه الثلاثة قيود هنا أصبحت ثلاثة معادلات. الآن هنا الآن نمثلها بيانيا X و Y هنا، أوكي. لاحظوا الآن سنحل، يعني نفترض الآن قيم عن X و Y، مثلا عندما تكون X تساوي صفرا ما الذي يحدث لي Y، عندما تكون Y تساوي صفرا ما الذي يحدث لي X، وهكذا. فعندي الإحداثية الأولى، إذا كانت الآن X تساوي صفرا فإن Y تساوي، يعني هذا الآن يذهب إلى الصفر، لاحظوا هذا يذهب إلى الصفر، فيبقى عندي نصف Y تساوي 250. إذن Y تساوي 250 مقسم على نصف وتساوي 500. إذن الإحداثية الأولى 0 و500. وإذا كانت Y تساوي صفرا هذا يذهب إلى الصفر، فيبقى عندي 1/4X تساوي 250. إذن X تساوي 250 على 1/4 يساوي 200، وبالتالي هاي أول نقطة. إذن هذا القيد الأول هنا نحصل عليه، هنا النقطة 500 ل Y وصفر ل X، وعندي هون النقطة 200 ل X وصفر ل Y، وهذا هو القيد ألف. أما القيد الثاني اللي هو هذا المعادلة الآن، إذا افترضنا بأن X تساوي صفرا فإن Y الآن نصف Y يساوي 225، إذن Y تساوي 225 مقسم على نصف، وبالتالي الآن إذا كانت X تساوي صفرا بكون 450 ل Y، وإذا كانت Y تساوي صفرا بكون 225 مقسم على 3/4
يكون x تساوي 300. إذن الآن هذا القيد الثاني، هاي إحداثياته 0 و450 و300 فهذا هو الإحداثي الثاني اللي هو القيد 450 هنا وهنا 300، هذا هو القيد باء. والقيد جيم آخر هذا إذا كانت x تساوي صفرا فإن y الآن نصف y يساوي 125، إذن y يساوي 125 مقسم على نصف أو يساوي هنا لاحظوا لي 250، لأنه بنضرب هاي 2 يعني نقسم على نصف معناته بتضرب تنضرب 2، إذا 0 في 250. وإذا كانت y تساوي صفرا فإن x بالحالة هاي تساوي 125 قسم على ربع اللي هو 25 بالمية تساوي 500. إذا هذا القيد الأخير هنا اللي هو 250 و500، واللهم صل على محمد. الآن هذا القيد جيم. إذا تعرفنا الآن من خلال إحداثيات هذا على نقاط التشابك هنا، هذه نقطة وهذه نقطة وهذه نقطة اللي هو المنطقة التي نبحث عن تعظيم الدالة من خلال النقاط فيها. إذا هنا لاحظوا لي لأن الآن القيد الأول لاحظوا لي 1 ربع x زائد نصف y يجب أن تكون أقل من أو تساوي 250، إذا يعني الاتجاه نحو نقطة الأصل. أوكي، وهذا كذلك الأمر 3 4x زائد نصف y أقل من أو تساوي 225، فبكون بالحالة هي كذلك الأمر هذا القيد الأزرق هنا باتجاه نقطة الأصل إلى اليسار، يعني هنا إلى اليسار هنا اليسار. وكذلك الأمر بالنسبة للقيد الثالث ربع x زائد نصف y أقل من أو تساوي 125، معنى ذلك كذلك الأمر هنا نحو الأصل. وبالتالي الآن أين المنطقة المشتركة بيناتهم؟ هنا الآن القيد ألف مع القيد جيم هنا مع القيد الآن هذا اللي هو باء، فهذه هي المنطقة الوحيدة التي يمكن لنا أن نبحث عن الحل عنها. الله أكبر، يؤذن الآن العشاء في عمان الأردن، اللهم صل على سيدنا محمد. إذن هذه هي المنطقة المهمة الآن أن نبحث عنها. فسنحدد الآن الإحداثية هذه من خلال مساواة القيد ألف مع القيد جيم، أي المعادلة الأولى مع المعادلة الأخيرة كما يلي. الآن نذهب الآن إلى الشريحة التالية. هنا طبعا النقاط، عفوا هنا النقاط، هذه نقطة هذه نقطة هذه نقطة وهذه نقطة هنا. وبالتالي الآن الشكل الرباعي غير المنتظم، هذه هي المنطقة التي نعظم الدالة خلالها. فنذهب إلى الشريحة اللي بيأتي بعديها. طبعا هذه الآن المجموعة الممكنة، المجموعة الممكنة أو ما يسمى فيزابل سيت. أوكي، هذه الآن القيود ثاني مرة، هاي المعادلات وهاي الإحداثيات. الآن الإحداثيات البيانية كيف نحصل عليها؟ لاحظوا لي الآن إنه الإحداثية الأولى هنا، طبعا هنا 0 0، هذه 0 0. أوكي، ويليها الآن 200 و0، هنا هذه اللي هي أول واحدة x تساوي 200 وy تساوي 0، فإذا 200 و0. هنا الآن 0 و250، هذه 0 و250، وعندنا طبعا 500 هنا. هذه لابد من أن نحل المعادلة، المعادلة الأولى والأخيرة، لأن بتساوي هنا في هذه يعني هذا القيد مع هذا القيد. الآن هنا هنا يساوي القيد ألف مع القيد جيم، إذا 1 ربع x زائد نصف y تساوي 250 وربع x زائد نصف y تساوي 125. إذن هذه المعادلة تساوي هذه المعادلة عند هذه النقطة فقط. عندما قمنا بحلها على القلم والورقة كانت النتيجة كما يلي، أنه تكون نتيجة حل الزوج المرتب 125 و187.5. هنا هذه النقطة. إذن عرفنا الآن الإحداثيات الأربعة لهذا الشكل غير المنتظم: 0 0 200 0 125 187.5 و0 250. وبالتالي نقوم بتعويض كل هذه الأزواج المرتبة في الدالة هذه اللي هي دالة يعني المراد تعظيمها كما يلي الآن. هاي طبعا أرد أعيدها هون 125 و187.5 هنا. فإذا هنا الآن نقوم بتعويض كل زوج مرتب على حدة في الدالة الخطية. كما يدل هذه الآن ثاني مرة من عيد الإحداثيات، لاحظوا لي 4 إحداثيات: 0 0 200 0 125 و187.5 و0 250.
هذه الآن الدالة المراد تعظيمها زي تساوي 25 أكس زائد 10 واي. أي واحد من هذه الإحداثيات يجعل هذه الدالة أعظم ما يمكن. يجب علينا أن نعوض عن أكس مرة صفر، ثم طبعا صفر صفر لا يمكن، لكن مرة 200 هنا وصفر لواي، ومن هنا 125 لأكس و 187.5 لواي، وأخيرا هنا صفر لأكس و 250 لواي. إذا نحصل على ما يلي: عندما عوضنا صفر صفر كانت قيمة الدالة صفر، إذا يعني هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون أقل ما يمكن أو أعظم ما يمكن عفوا. الآن عندما عوضنا 200 وصفر، لاحظوا لي هنا 200 وصفر، إذا 25 في 200 زائد 10 في 0 تساوي 5000. وعوضنا الآن الإحداثية هي 125 بدل X و 187.5 بدل Y، فكانت النتيجة 5000. وهنا بعد ما عوضنا 0 و 25 و 250 هنا، إذا 25 في 0 زائد 10 في 250 تساوي 250. إذا لاحظوا لي هذا لا يمكن أن يكون أعظم ما يمكن، وهذا لا يمكن. إذا هناك في عندي قيمتين، هناك قيمتان لزي 5000، ما يعني بأن أعظم ما يمكن هو إذا كانت أكس تأخذ هذه القيم وهذه القيم، لكن هذه القيم أتت على خط مستقيم اللي هو هذا الخط المستقيم الأسود هنا. لاحظوا لي، أرد أعيده هنا عبرت، وبالتالي هذا الخط المستقيم بين 200 وصفر ل يعني 200 لأكس وصفر لواي و 125 لأكس و 187.5 لواي بعطيني عن هنا كل النقاط هنا ممكنة، ما يعني وجود عدد لا نهائي من التوليفات هنا من الحلول. هذا هو مثال واضح على الـ unbounded أو عفوا an infinite number of solution اللي هو الحلول اللا نهائية من حيث العدد. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة بإذن الله تعالى، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.